نروح بقى للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف، اللي نشر بالامس اشاده جميله جدا بصانع العاب النادي الاهلي محمد مجدي قفشه. نشر الحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا على موقع تويتر تحديدا مقطع فيه يعني مجموعه كده ممنتجه من الاهداف والتمريرات الحاسمه لمجدي قفشه في اخر بطولتين لدوري الابطال، وقالوا الفائز بلقبي دوري ابطال افريقيا على التوالي صانع العاب الاهلي لا يتوقف، محمد مجدي قفشه هو لاعب نهايه الاسبوع. طبعا كلنا عارفين ان مجدي قفشه كان ساهم في تتويج الاهلي بلقبي دوري ابطال افريقيا مرتين متتاليتين، ونجح في انه يخطف يعني قلوب جماهير النادي الاهلي في كل مكان بعد ما سجل واحد من اهم اهدافه حتى هذه اللحظه امام نادي الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا نسخه 2020 لو تفتكروا، ورجع قفشه للتسجيل مره ثانيه في نهائي دوري ابطال افريقيا بالنسخه الماضيه واللي كانت امام كايزر تشيفز، واللي طبعا انتهت هذه المباراه بنتيجه 3-0 لصالحنا. نجمنا قفشه مسيطنا في كل مكان. دي حقيقه، وفي لعيبه كده او يعني احداث بتحصل خلاص التاريخ يعني بيكتبها او بيذكرها دائما، مش هتتنسي القضيه، ممكن مش هتتنسي. صحيح. يعني قفشه خلاص صنع التاريخ زي ما بيتقال بهذا هذه المباراه يعني والجول ده تحديدا، فهو لاعب كبير ولاعب كلنا بنحبه كأهلوية، ولسه قدامه على فكرة مستقبل كبير جدا، قفشة تقريبا 25 سنة فلسه قدامه إن شاء الله سنين طويلة مع النادي الأهلي كمان مليئة هنقول بالبطولات.